بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية، ومع هذه الفقرة التي سنحدد من خلالها الفرق بين مصطلحين. طبعا في ظل هذه الأزمة الحاضرة الآن نتكلم عن كورونا فيروس، إذا نطرح السؤال مثلا كال ديفيرونس انتر ريسيسيون اي ديبرسيون ايكونوميك. إذا ما هو الفرق بين ريسيسيون اي ديبرسيون ايكونوميك؟ إذا كما نتكلم عن توقف اقتصادي، جمود اقتصادي إلى آخره. إذا عموما نتكلم عن أزمة اقتصادية. إكليراج كما نقول إضاءة أو توضيح. لا فرانس إت أوفيسيالمون أونتخي أون ريسيسيون. لا فرانس إت أوفيسيالمون، يعني أن فرنسا بشكل رسمي أونتخي أون ريسيسيون، يعني أنها دخلت في الانحسار الاقتصادي. سو ماركودي 8 افريل، يعني هذا الاربعاء 8 ابريل. الوغ كو، في حين ان لا بانك دو فرانس، بان بنك فرنسا استيم، يعني انه يقدر كوسون بي اي بي، بان الناتج الداخلي الخام، نتكلم عن برودوي انتيريور بروت، اذا نتكلم عن الناتج الداخلي الخام. طبعا نتكلم عن جميع الريشيس، نتكلم عن جميع الأشياء التي لها قيمة والمنتوجة داخل البلد. إذا نتكلم عن لو بي إي بي. إذا هذا الإنتاج العام الداخلي فاغوكيلي، سيتراجع دو 6%، يعني أنه سيتراجع ب 6% أو برومي تريمستر، في الربع الأول من السنة. إذا نتكلم عن برومي تريمستر، في الفصل الأول 2020. إذن كما قلنا بأن فرنسا أعلنت بأنها دخلت في مرحلة الانحسار الاقتصادي هذا الأربعاء 8 أبريل، في ذلك الوقت أن البنك الفرنسي استيم، يعني أنه يقدر كوسون بي إي بي، يقدر بأن الناتج الداخلي لفرنسا فاغوكيلي دو 6% أو بخومي تريمستر، يعني أنه سيتراجع في الفصل الأول ب 6% في الفصل الأول من 2020. لا فرانس إي مانتونون كونفيني، يعني أن فرنسا الآن كما نقول محبوسة طبعا بسبب هذا الفيروس دو بوي بلوس دو 3 سومان، منذ أكثر من 3 أسابيع، افيك اون اكتيفيتي ايكونوميك لارجومون غالونتي، مع حركة اقتصادية، افيك اون اكتيفيتي ايكونوميك، مع حركة اقتصادية لارجومون غالونتي، كما نقول بأنها بشكل واسع غالونتي، كما لو نقول بأنها ناقصت غالونتي، نتكلم على الفيرب غالونتيغ، يعني أنك تكون في سرعة كبيرة ثم تنقص من هذه السرعة. نتكلم هنا عن حركة اقتصادية أنها تتباطأ بشكل واسع، نتكلم على لارجومون، يعني بشكل كما لو نقول عريض، ولكن المقصود هنا بأن هذه الحركة الاقتصادية تتباطأ بشكل واسع. En raison بسبب de l'épidémie بسبب الجائحة de nouveau coronavirus COVID-19 بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد COVID-19، يعني نتكلم عن المرض الذي يسبب هذا الفيروس. aussi أيضا la banque de France a estimé mercredi 8 avril، يعني أن بنك فرنسا أنه قدر يوم الأربعاء 8 أبريل que le produit intérieur brut بأن الناتج الداخلي الخام دو بي للبلد اشوتي دونفيرون 6%. لا بانك دو فرانس ا استيمي ماركودي 8 افريل كو لو برودوي انتيريور بروت دو بي اشوتي دونفيرون 6% سور لي 3 بروميير موا دو لاني 2020. اذا كما قال البنك الفرنسي هنا بان الناتج الداخلي الخام لفرنسا انه نزل بشكل سريع بنسبه 6% على مدى 3 برومي موا، على مدى الشهور الثلاثة الأولى دو لاني 2020 لسنة 2020. اون كونسيكونس وبالنتيجة لا فرانس إت أوفيسيالمون اون ريسيسيون، إذا فرنسا هي بشكل رسمي تعلن بأنها في حالة انحسار. سولا سينيفي كو سون بي إي بي، هذا يدل على أن سون بي إي بي بأن ناتجها الداخلي، تنتكلم هنا كما قلنا على الناتج الداخلي، الناتج الداخلي لبلد لو بي اي بي في التعريف ديال هذا المصطلح
التان انديكاتور يعني هو واحد المؤشر، التان انديكاتور ايكونوميك اذا هو واحد مؤشر اقتصادي بانيتون ممكنا، المقصود بانه يمكن دو ميزوري، يمكن من قياس ماذا؟ لا برودكسيون دو ريشيس، يمكن من قياس انتاج الثروه دان بيي لي بلد. il correspond à la somme des valeurs ajoutées. اذا هو يناسب ماذا؟ il correspond، هو يناسب المقصود بانه يساوي ماذا؟ à la somme des valeurs ajoutées، يناسب مجموع القيم المضافه. انسان مثلا ينتج الخشب فيبيع هذا الخشب لشركه، طبعا هذا الثمن ثمن الخشب طبعا يدخل في هذه القيمه. ثم ان صاحب المعمل الذي سيشتري هذا الخشب مثلا طبعا سيقوم بقطع الخشب وربما بطحنه وربما يقوم بعدة أمور طبعا عبر الآلات من أجل أن يظهر هذا الخشب في شكل جديد، مثلا على شكل موائد، على شكل كراسي، على شكل أتات. هذا الخشب طبعا في حالته الأصلية منذ البداية أضيفت له قيم كما نقول، يعني أن أضيفت له قيمة مضافة، إذن هذه القيمة المضافة طبعا سيصبح لها ثمن. إذن هذه الشركة مثلا ستبيع هذه الكراسي وهذه الموائد بثمن تنقص منه ثمن الخشب الأصلي الذي اشترته به. إذن هذا الذي سيبقى هو الذي نسميه مثلا قيمة مضافة. إذن لو بي إي بي correspond à la somme des valeurs ajoutées. هاد لو بي اي بي اللي هو الناتج الداخلي الخام، انه يناسب او يساوي مجموع القيم المضافه، سيتادير بما معناه à la valeur de la production، المقصود بها سيتادير qu'il correspond à la valeur de la production de bien، يعني انه يناسب قيمه انتاج دو بيان. طبعا بيا هنا يعني خير أو ثروة أو مال أو كل الملكيات، أو يعني الملكية. إذن هذا كله يسمى بيان. إذن نتكلم عن سوكيه يوتيل، يعني كل شيء نافع نسميه بيان، سوكيه يوتيل، إذن كل ما هو نافع إذن نقول عنه بيان. نقول مثلا لو بيان بيبليك، إذن نتكلم عن سوكيه يوتيل à tous les citoyens. Ce qui est utile à tous les citoyens. إذن كل ما هو نافع لكل المواطنين. مثلا الحديقة ليست ملكية لشخص لوحده بل هي ملك العموم مثلا. إذن نقول عن هذا لو بيان بيبليك. إذن نقول عنه لو بيان بيبليك. كما نقول بأنه خير عام. كما قلنا شيء نافع يعود على كل المواطنين. إذن نتكلم هنا عن لو بي إي بي سيتادير qui correspond à la valeur de la production de biens et de services. إذن هو الذي يوافق إنتاج qui correspond à la valeur، إذن الذي يناسب قيمة ماذا؟ de la production، قيمة الإنتاج de biens ديال الشيء النافع، للشيء النافع حتى يصبح عندنا شيء نافع. كما قلنا فيما سبق مثلا أخذنا الخشب ثم قمنا بتحسينات عليه حتى أصبح عندنا كرسي، إذا هذا الكرسي سيصبح نافع، إذا نسميه أنبياء، إذا يمكن تسميته أنبياء. إيدو سيرفيس وإنتاج ماذا؟ وإنتاج الخدمات. إذا هذه الخدمات أيضا حتى هي تدخل في هذا البي إي بي، مثلا خدمات الاتصال، خدمات الهاتف إلى آخره، أو خدمات أخرى، إذا يمكن أن تدخل في هذا لو بي إي بي. سيتادير كي كوريسبون على فالور دو لا برودكسيون دو بيان، كي كوريسبون à la valeur de la production de biens et de services par des agents économiques. Et dans notre cas, les agents économiques. Et dans le PIB, et dans le natif d'arrière le خام, يقابل ماذا؟ يقابل مجموع القيم المضافة، قيمة إنتاج السلع، إذا نتكلم عن بيان، وقيمة إنتاج الخدمات. تنضاف لهذا قيمة إنتاج الخدمات من قبل وكلاء اقتصاديين. إذا نتكلم عن أجون ايكونوميك كما لو نتكلم عن وكلاء اقتصاديين، لان كلمه اجون في التعريف ديالها المقصود بها بيرسون شارجي دادمينستري بور لو كونت دوتخوي. اذا نتكلم عن شخص بيرسون شارجي
يعني انا مكلف دادمينستري يعني انا مكلف بتسير بور لو كونت لوتخوي من اجل كما نقول حساب اخر من اجل حساب شخص اخر او من اجل حساب شخص معنوي اخر نتكلم مثلا عن شركه اذا بيرسون شارجي دادمينستري بور لو كونت لوتخوي اذا يسمى ماذا يسمى اجان اذا كما قلنا il correspond à la somme des valeurs ajoutées, c'est-à-dire à la valeur de la production de biens et de services par des agents économiques à l'intérieur du pays. يعني نتكلم عن هاد الانتاجات انتاج السلع وانتاج الخدمات من قبل وكلاء اقتصاديين داخل البلد à l'intérieur du pays داخل البلد. المثل الذي عندنا هنا نتكلم عن فرنسا مثلا ثم quel que soit leur nationalité quelle que soit leur nationalité مهما كانت جنسيتهم يعني بغض النظر عن جنسيات الأشخاص الوكلاء الذين ينتجون السلع والخدمات داخل البلد الذي يهمنا هنا هو كمية المنتوجات التي تنتج داخل هذا البلد ثم القيم المضافة على هذه المنتوجات ثم أيضا الخدمات إذن هذا يدخل في ما يسمى لو بي بي هذا يدخل في حساب ما يسمى لو بي بي الناتج الداخلي الخام إذن كما قلنا en conséquence بالنتيجة la France est officiellement en récession يعني أن فرنسا هي بشكل رسمي في الانحسار cela signifie que son PIB هذا يعني بأن ناتجها الداخلي c'est-à-dire هنا غيفسرو c'est-à-dire بما معناه la valeur de l'ensemble des richesses créées sur son territoire. إذا نتكلم على la valeur يعني نتكلم على القيمة de l'ensemble لمجموعة مجموعة ماذا؟ des richesses مجموعة الثروات التي حددناها قبل قليل. créée يعني المنتوجة créée كما نقول المخلوقة يعني التي أنتجت التي أصبحت موجودة sur son territoire على أرضها. ABC يعني أنها انخفضت ABC يعني أنها انخفضت عندنا لو فيرب بي سينا ABC سور أو موان دو تريمستر كونسيكوتيف إذا نتكلم عن هاد لا فالور دو لونسومبل دو لا ريشيس سور سون تيريتوار على أرضها ABC يعني أنها انخفضت سور أو موان على أقل دو تريمستر كونسيكوتيف على الأقل على طول دو تريمستر على طول كما نقول ربعين للسنة نتكلم عن ربع سنة المقصود بثلاثة أشهر ثم ربع آخر ثلاثة أشهر إذا عندما نقول هنا سور أو موان دو تريمستر كونسيكوتيف المقصود بها على طول أو على مدى على الأقل ستة أشهر إذا على مدى ستة أشهر أو يزيد لأننا نتكلم هنا عن أموا على الأقل دو تريمستر يعني على الأقل ستة أشهر طبعا في كل تريمستر هناك ثلاثة أشهر نتكلم عن ربع سنة أو كما لو نتكلم عن فصل نتكلم عن ربع سنة أو كما لو نتكلم عن فصل طبعا الفصل أيضا يتضمن تقريبا ثلاثة أشهر en effet les trois derniers mois في الواقع les trois derniers mois الثلاثة أشهر الأخيرة de 2019 لي 2019 في آخر 2019 avait déjà vu la production reculée de 0.1% ثلاثة أشهر الأخيرة من 2019 avait déjà vu يعني أنها من قبل رأت المقصود بأنها عرفت ماذا؟ la production reculée يعني أن عرفت الإنتاج تراجع المقصود بأن عرفت تراجع الإنتاج avait déjà vu la production reculée يعني أنها من قبل رأت الإنتاج تراجع المقصود بأن رأت تراجع الإنتاج دو 0.1% يعني تراجع ب0.1% وهذا النزول دو لا برودكسيون للإنتاج دوفري يعني يتوجب كما نقول عندنا لو فيغ دوفوار دوفري يتوجب se poursuivre يتوجب أن يستمر ما معنى هذا يتوجب المقصود بأن هناك ظروف
تقول بأنه يتوجب أن يستمر. هذا هو المقصود هنا، ليس المقصود بأنه يتوجب بأنه ضروري، لا، المقصود بهذا يتوجب بأن هذه الظروف الحالية الراهنة ستفرض على هذا الاقتصاد، كما لو ستقول له عليك أن تستمر، عليك أن تستمر في هذا التراجع. بمعنى آخر، بأن هذا التراجع للإنتاج أكيد سيستمر. بمعنى آخر، إذن هنا السؤال، هل يمكن القول بأن البلد، نتكلم عن فرنسا وبشكل أوسع لغوب وبشكل أوسع أوروبا الموند والعالم، فون كونيتر يعني سيعرفون، عندنا لفاق علي ثم عندنا لفاق كونيتر، طبعا هنا فون هذا علي إلفون، نقول جوفي تيفا إلفا نوزالون فوزالي إلفون. إذن هنا نتكلم عن هاد المجموعات فون كونيتر يعني أنهم سيعرفون. إذن المقصود هنا علي جاء كمساعد، هنا علي جاء كمساعد لكي نصرف من خلاله لو فيرب كونيتر. الافعال اللي تجي من بعد علي تنبغوا نوصلوا من خلالها بان ستحدث قريبا، الافعال التي نريد ان نقول من خلالها بان ستحدث قريبا طبعا نضعها بعد لو فيرب علي كما هنا. اذا عندما نضع فعلا كفعل كونيتر هنا بعد لو فيرب علي نقول مثلا جوفي كونيتر يعني انا ساعرف، أريد القول بأن هذه المعرفة ستحصل لي قريبا، ثم أقول tu vas connaître يعني أنت ستعرف إلى آخره. إذا طبعا نضع الفعل بعد le verbe aller لنقول بأن هذا الفعل سيحدث قريبا. إذا هذا يسمى le futur proche، يسمى le futur proche، يسمى المستقبل القريب. إذا est-ce à dire que le pays et plus largement l'Europe et le monde vont connaître une dépression économique؟ هل يمكن القول بأن البلد المقصود فرنسا كما قلنا وبشكل أوسع لوروب إلو موند يعني أوروبا والعالم فون كونيتر اون ديبرسيون ايكونوميك سيعرفون كما نقول انحصارا اقتصاديا. ديبرسيون مقصود بها فترة ركود اقتصادي، إذا نتكلم عن بيريود دو ستاغناسيون ايكونوميك، بيريود دو ستاغناسيون نتكلم عن لوفير ستاغني يعني ركودة، بيريود دو ستاغناسيون ايكونوميك إذا نتكلم عن فترة ركود اقتصادي، أو نتكلم عن انهيار، إذا نتكلم عن لاشيت، إذا ممكن أننا نسميه ديبرسيون، أو نتكلم عن انحطاط، إذا نتكلم عن ابيسمون، إذا ديبرسيون تعني هذا المعنى. فعندما نتكلم مثلا عن ديبرسيون نيرفوز، ديبرسيون نيرفوز، إذا المقصود بها انهيار عصبي، انهيار عصبي. هنا طبعا نتكلم عن ديبرسيون ايكونوميك، إذا كما لو نتكلم عن انهيار اقتصادي او فترة ركود اقتصادية اطول كما سنرى في التعريف. هنا طبعا السؤال المطروح، هل مثلا فرنسا واوروبا والعالم، هل مثلا فرنسا واوروبا والعالم بشكل اوسع، هل ستعرف هاد الانحطاط او هاد الركود الاقتصادي لفترة اطول؟ est à dire que le pays et plus largement l'Europe et le monde vont connaître une dépression économique. Cette notion est une définition moins précise. إذن هذا المصطلح هو تعريف أقل وضوحا. Cette notion est une définition moins précise. إذن هذا التعريف هو أقل دقة كما نقول. La dépression est un ralentissement profond. إذن la dépression كما قلنا est un ralentissement. إذن هو واحد البطء profond عميق. إذا عرف الاقتصاد إن ديبرسيون المقصود به أنه سيعرف تباطؤ عميق أي دورابل دو ليكونومي. إذا لا ديبرسيون إت أن غالونتيسمون بروفون أي دورابل دو ليكونومي. إذا نتكلم عن تباطؤ عميق أي دورابل يعني أنه مستمر يدوم لفترة طويلة دو ليكونومي للاقتصاد. إل ساجي دون كريز إيكونوميك لونغ، إل ساجي دون كريز ايكونوميك لونغ، إذا يتعلق الأمر بأزمة اقتصادية طويلة. سي بو ايفيتي سولا كو لي غوفيرنومون اون مي اون بلاس دو نومبرو ديسبوزيتيف داد اوز انتربريز اي او سيتويان. سي بو ايفيتي سولا، إنه من أجل تجنب هذا،
إنه من أجل تجنب هذا. سي بور إيفيتي سولا. إنه من أجل تجنب هذا كو لي غوفيرنومون، بأن الحكومات أوني أون بلاس، بأنهم وضعوا في المكان المقصود، بأنهم خصصوا أوني أون بلاس دو نومبرو ديسبوزيتيف، يعني أنهم خصصوا أو وضعوا، يعني وضعت الحكومات ديسبوزيتيف أنظمة، ديسبوزيتيف داد، ديسبوزيتيف داد. إذا نتكلم عن أنظمة مساعدة أوز أونتربريز، يعني للشركات أو سيتويان وللمواطنين، طبعا حتى لا يحصل هذا الذي نسميه لا ديبرسيون. إذا طبعا لا ديبرسيون الآن غير موجودة، الذي عندنا هنا عندنا لا ريسيسيون، والدول تخشى من لا ديبرسيون. لا بلو فورت كريز دو سو جون، يعني أكبر أزمة قوية، لا بلو فورت يعني أقوى، لا بلو فورت كريز يعني أقوى أزمة دو سو جون، من هذا النوع. نتكلم عن أزمة نصفها بأنها من نوع ديبرسيون، إذا نتكلم عن أزمة من نوع ديبرسيون. إذا كما نتكلم عن الانهيار كي كوني لو موند، التي عرفها العالم. إذا لا بلو فورت كريز دو سو جون، إذا أقوى أزمة من هذا النوع، نتكلم عن النوع الآخر كي كوني لو موند، التي عرفها العالم لا غون ديبرسيون، إذا نتكلم عن الانهيار الكبير. غمونت يعني أنه يعود، غمونت يعني أنه يعود أوزاني من نفس تخونت، يعني أنه يعود إلى سنوات 1930. أن كراك بورسيي، إذا نتكلم عن انهيار البورصة، أن كراك بورسيي، كما نقول انهيار بورساوي، إذا نتكلم عن انهيار البورصة. أوز إيطازوني، لا بورس كما نعرف بأنه هو سوق الأسهم، لا بورس المقصود به سوق الأسهم. أن كراك بورسيي، إذا نتكلم عن انهيار كما نقول بورساوي أوز إيطازوني، يعني بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن نفسه 1929 في 1929. طبعا هذه الأزمة معروفة بالخميس الأسود خصوصا، avait fortement touché l'Amérique du Nord et l'Europe jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. avait fortement touché، يعني أنها مست بشكل قوي الأمريك دي نور، يعني أمريكا الشمالية المقصود بالولايات المتحدة الأمريكية، et l'Europe، ثم مست بقوة ماذا؟ et l'Europe، ومست أوروبا، jusqu'à la Seconde Guerre mondiale، إلى حدود الحرب العالمية الثانية، يعني أنها بقيت مستمرة هذه الأزمة إلى حدود الحرب العالمية الثانية. إذن هذه بعض المصطلحات الاقتصادية، خاصة مصطلح ريسيسيون و ديبرسيون والفرق بينهما. طبعا جاء هذا الموضوع على صفحة RTL الإلكترونية. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.